مشاهدينا مساء الخير، بعد قليل هيبقى معنا العالم الكبير الدكتور فاروق الباز. بالتأكيد من المهم أن نتحدث معه في كل القضايا المتعلقة بالمستقبل. الناس تبحث عن التفاؤل، هل نستطيع أن نتخلص من هذه الأزمة؟ هل نستطيع أن نتقدم إلى الأمام؟ ده هيكون هو المحور الأساسي في نقاشنا مع العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، بالإضافة طبعا إلى قضايا سياسية بحكم وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية وبحكم معرفته بما يطبخ من حولنا، وكمان عن بعض القضايا السياسية الداخلية. هنمزج السياسة بالعلم بالتنمية في محاولة للبحث عن المستقبل. أيضا بعدها احنا الحقيقة بنحاول أن نتسلل إلى المناطق اللي كان فيها أزمات عند تشكيل الحكومة. امبارح كان معنا الدكتور أسامة الغزالي حرب اللي كلف بتشكيل وزارة الثقافة، ثم يعني في المسافة ما بين مجلس الوزراء في شارع القصر العيني وحتى منزله، لما وصل إلى بيته قالوا له لقد عدلنا عن هذا التكليف بعد احتجاجات من قبل بعض المثقفين، وهو ما أسميناه جبهات الوصاية. في مشاكل مماثلة حدثت في أكثر من مكان وفي أكثر من منصب وفي أكثر من وزارة، منها وزارة الري. هتساءل هل تم تكليف الدكتور طارق قطب بالفعل بحقيبة وزارة الري، ولكن وزير الري الحالي الدكتور محمد عبد المطلب الذي كان وزيرا في حكومة الدكتور حازم الببلاوي اعتصم واحتج وقال فيها لخفيها ههدم المعبد، وبالتالي تم الإبقاء عليه في منصبي؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هنحاول نحقق في هذه الواقعة، لأنه الحقيقة نبقى احنا أمام مهازل وأمام مسرحيات عبثية يجب أن نتفاداها. صحيح تم تشكيل الحكومة، لكن كمان من مهمنا أن نحاول تفادي هذه الكوارث. دول قضيتين الأساسيين اللي هنناقشهم بعد قليل، لكن تعالوا نذهب إلى القضايا المتنوعة. جماعة الإخوان تلجأ إلى أسلوب إشعال النار في سيارات المعارضين لهم وفي سيارات الذين يتصدون لمسيراتهم وفي أي سيارات حكومية. في المحلة تم إشعال النار في سيارة المواطن إسماعيل عبد السلام بعد ما وضعوا قائمة، تخيلوا يعني وضعوا قائمة فيها مجموعة من الأسماء من المواطنين قالوا سنقوم بإشعال النار في سيارتكم، وقد نفذوا بالفعل. اللي حصل بالظبط ان انا جالي تهديد على النت من قيمة اسبوع. التهديد اللي جاي لي بيقول ان هم هيولعوا فينا احنا والجماعه اللي معانا، وان هم مش هيسيبونا وحاجه زي كده. فاحنا لما خدنا التهديد ده وديناه المركز خد اقوالنا وحولنا على النيابه. النيابه راحت برضو خدت اقوالنا وجينا على هنا الساعه كام؟ الساعه 2 الظهر كده. جينا فوجينا الساعه 3 بالليل العربيه بتاعتي مولعه. كان اربع اشخاص موجودين هم اللي بيولعوا في العربيه، اتنين راكبين موتوسيكل، واللي راكب موتوسيكل الاتنين راكبين موتوسيكل، واحد من ورا كان معاه سلاح في جنبه اليمين كده ماسكه بايده، وواحد في النص ماسك جيركنين فاضيين كان فضاهم معانا العربيات، والرابع كان لسه بيفضي الجيركن الرابع اللي في ايده، كان واحد معاه فاضي وبيفضي الجيركن الرابع على العربيه من ورا. انا لما شفت المنظر ده نزلت جري واخد بالك، بس ما لحقتهمش. الواحد كانوا التلاتة لابسين خوذ، وواحد بس اللي كان تلتين كده وشعره مفلفل وبتاع، بس ما لحقتش حد فيهم. قعدنا نطفي لان المنطقه هنا في عندنا المحل دوت في كيماويات، المحل ده فيه ادوات مشتعله تشتعل، والعربيه الحمد لله احنا كان كل همنا ان احنا لما نطفي العربيه نطفي العربيه من يمه البنزين عشان خاطر ما تفرقعش، لان كان العربيه كلها كانت مولعه. ابني قال لي يا بابا زمايلي في رساله على النت في اسمك موجود فيها، ودي رساله تهديد ان انتوا بتعطلوا مسيره الاخوان وبتطلعوا تضربوهم وبتاع. فحضرتك قمنا رحنا عملنا اتجمعنا حضرتك احنا الخمسه ورحنا قدمنا بلاغ في مركز شرطه تطور،
وتحولنا على النيابة برضو، خدوا أقوالنا. اتهمنا حضرتك البنت اللي هي إيميلها، اللي هي الرسالة نزلة من على إيميلها اللي هي أبرار محمد فحية. في نفس الليلة بقى احنا فوجئت بالعربيات ولعت وبتاع. أنا عن نفسي حضرتك أنا عندي أطفال في المدرسة، أنا في الدروس طبعا حضرتك احنا دلوقتي في أجازة، قعدتهم من الدروس، حركة البيت عندي اتشلت، أنا قفلت ورشتي، قعدت بقيت طول الليل قاعد يعني زي الانعدام مستنى ايه يتنفس في قرار الاعدام. في البيت كله، البيت كله في حال الزوع. احنا متهددين، احنا 5 افراد متهددين ورجعوا تاني هددونا امبارح. احنا مش خايفين من حاجه، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. جينا امبارح لقينا اخويا جاله تهديد برضو بالليل، بيقول له احنا الجماعه اللي حرقنا العربيه، ولو ما بعدتش عن الموضوع ده هنولع فيك زي ما ولعنا في العربيه، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. طبعا احنا بنحاول نكشف لكم منهج جماعة الإخوان الإرهابية، من التفجيرات الكبيرة إلى أيضا محاولات إشعال النار وتنفيذ ذلك، يا بقى مش محاولات لا، إلى إشعال النار في سيارات المواطنين الذين يتصدون لهم في الأحياء، بيعملوا قائمة فيها مجموعة من الأسماء، دول بيتصدون لنا في مسيرات الإخوان ويهتفون للقوات المسلحة ويهتفون لثورة 30/6، يضعونهم على قوائم. بعد ما بيضعوا هذه القوائم بينفذوا، يعني هي مش قوائم للتهديد فقط، لا، يقومون بتنفيذ تهديداتهم. حالة إسماعيل عبد السلام ليست الوحيدة، أيضا المواطن محمد مصطفى تم إشعال النار في سيارته بعد وضع اسمه على قائمة من قبل جماعة الإخوان بإشعال النار في سيارات هؤلاء. العالم ديت احنا بينا وبين عداهم بعد 30/6، وطبعا هم بينزلوا بمسيرات بيبهدلوا البلد فيها طبعا، واتمنى احنا طبعا بنقف لهم وبنشتبك معاهم اثناء بردك مسيرتهم، لان هم بيضربوا علينا خرطوش وبيضربوا علينا البنزين والحاجات اللي هم بيعملوها اللي احنا شفناها اليومين دولت. فساعتها هم بداوا يبعتوا لنا رسائل تهديد وبداوا يهددوا، وبعد كده نفذوا التهديد بتاعتهم وولعونا في العربيات. نص الرساله سعادتك ان احنا اللي بنعرض المسيرات وان احنا اللي بنقف ضدهم واحنا اللي بنسلمهم للشرطه وكده. وطبعا رحنا عملنا بلاغ رسمي في المركز عندنا، والسيد رئيس المباحث ومعاهم مباحث عملوا لنا محضر رسمي في المركز، وبناء عليه بعتونا على النيابه. وسعادتك بعدها تاني يوم على طول حصل موضوع الحريق ده. والله انا كنت قاعد في البيت لقيت انفجار، نزلت لقيت الشارع كله مولع والعربيه مولعه. احنا كنا نايمين صحينا كلنا على صوت الانفجار، بنبص لقينا الولعة مالية الشارع لحد العمود، اللي بقى اتصوت واللي بقى يجيبوا مية وطفين. طب كده ينفع العيال الصغيرة دي تروح فين؟ لو احنا ما صحناش كانت العربية انفجرت كانت طيرت الدنيا، كده ينفع يعني؟ نطالب من وزير الداخليه ومديريه امن الغربيه توفير لنا الحمايه الكامله، وحمايه محلاتنا وحمايه شارعنا، عشان احنا محلنا شارعنا شارع تجاري كلنا، نطالب بالحمايه واحنا وحضرتك كلنا مستهدفين، 5 اللي في رساله كلنا مستهدفين. ده تاني علشان نحاول نفهم جماعة الإخوان بتشتغل إزاي، لأنه ده بيحدث على أرض الواقع. تهديدات يعتقد البعض أنها وهمية، ليست وهمية، يتم تنفيذها. يعني أبسطها هو إشعال النار في سيارات المواطنين، وبيهددوهم بعد كده أنه بدأنا بداية، لكن الخطوة القادمة هي إشعال النار فيكم، يعني في الناس نفسها مش في سيارتها. تعالوا نشوف كمان
الطب الشرعي في حالة عداء بين جماعة الإخوان ومؤسسات كثيرة ومتعددة في الدولة، زي ما بيقتلوا ضباط وجنود وأفراد الشرطة، كمان عندهم وزارة العدل بكل أجهزتها ومؤسستها، ومنها وأيضا الطب الشرعي في حالة عداء مع الطب الشرعي. قاموا بإشعال النار في سيارة مصلحة الطب الشرعي بالمنيا. جيت الصبح فامبارح فصاحب الجراج اللي قدامي بيقول العربية بتاع الطب الشارع اتحرقت، كانت هتدمر الشارع كله طبعا، وقدامها بوتيكيهات طبعا وعربيات كانت وراها وقدامها يعني، وشغل الناس طبعا. ولعوا العربية دي عشان مكتوب على وزارة العدل، وبعدين العربية دي بنزين لو ضربت كانت هتولع الشارع كله مش هتولع هنا بس، بينتقموا من الشرطة وبينتقموا من الداخلية عامة. العربية دي طول عمرها في الشارع هنا، مفيش أي خلافات في الحتة هنا ولا خالص، طول عمرها واقفة في الشارع من ساعة ما جت العربية دي. حتى عربية برضو عربية رئيس مباحث المنيا برضو مولعينها. احنا كنا نايمين وسمعنا بنتي سمعت صوت موتوسيكلين عدوا كده بهدوء، بعد ما عدوا مشوا جامد، بعد شوية حسينا زي ما يكون حاجة تضرب يعني كده بسيط. الاطفال انا عندي بنتي بقت تصوت وتعيط، بيعيطوا صويت وعياط، والستات بقت تصوت منظر، خايفين، والشباب يطفوا في العربيه خايفين تضرب التانك يضرب، مجموعات ارهابيه عايزين يفجروا. طبعا العماره فيها غاز وهنا في غاز طبيعي والشارع وفي نور يعني، وعربيات من هنا وعربيات من هنا، كانت ممكن العربيات دي كلها تفجر، وكانت ممكن الشارع كل العمارات كلها يحصل فيها خراب جامد يعني. احنا كنا نحسب فيه بيتولع او اي حاجة، طلعنا احنا والجيران كلنا، البيوت كلها طلعت، كل البيوت دي. اقول يعني حرام، حرام اللي بيحصل ده، احنا عايزين بلدنا تبقى حلوة تبقى مستقرة، اللي بيعملوه ده ضد البلد حرام. دي وقائع بالصوت والصورة حتى نعي جيدا كيف تعمل جماعة الإخوان الآن في المحافظات. دي سيارة مصلحة الطب الشرعي في المنيا. هسأل دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، وفرصة كمان عشان نسأله بعد ما نعلق على ده على تقرير الطب الشرعي المتعلق بقضية عبد الله ابن الرئيس المعزول محمد مرسي، واحنا قلنا لكم انه نتعامل مع هذه القضية بشكل قانوني، بس خلونا الاول نسأله. دكتور هشام اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ وائل. اهلا بيك. اسأل حضرتك اولا يعني هنا سيارات الطب الشرعي اصبحت مستهدفة ايضا؟ والله حضرتك هي حاجة غريبة جدا بصراحة بالنسبة لنا، لان احنا يعني في كل الاحداث اللي احنا اشتغلناها من اول 30/6 واحنا واضح تماما من شغلنا ان احنا على الحياد التام وما لناش علاقه باي حاجه، وكل شغلنا مبني على مرئيات علميه، فهي دي حاجه غريبه ان احنا انها نتعرض ليها يعني. لكن هل بتجي لكم تهديدات؟ لا ان شاء الله لا. واحنا حضرتك يعني كاطباء شرعيين احنا طول عمرنا شغلنا اساسا يعني احنا عرضه لاي مشكله بالنسبه للتعامل مع ناس فيها طرفين، ده شيء طبيعي واحنا متعودين على الكلام ده، واحنا كلنا كأطباء شرعيين عندنا نسبة الخطورة دي، لكن كلنا انت عارف حضرتك بيبقى هدفنا واحد إظهار الحقيقة وما احناش مع أي طرف يعني. طيب دكتور هشام خليني أسأل حضرتك في الجانب الثاني، والحقيقة أكدت دائما سنتعامل مع هذه القضية ومع كل القضايا بشكل قانوني. قضية عبد الله ابن الرئيس المعزول محمد مرسي المتهم هو وصديقه في قضية تعاطي حشيش، هنا بيبقى الطب الشرعي بيأخذ عينة من المتهمين، هل حدث ذلك بالفعل؟ ازاي بيتم اخذ العينة وما هي نتائج العينة؟ هو حضرتك احنا لما تلقينا القرار من النيابة العامة احد زملائنا توجه لمكان تواجد عبد الله وزميله الساعة 3 عصر يوم او من 2 ل 3 عصر يوم امس يعني، فرفضوا ان هم يدونا العينات.
رفضوا رفض تام يعني. فعمل يعني الاثنين قالوا مش هنديكم عينات بالظبط كده، المتهمين عبد الله وصديقه، وعملنا محضر بكده وبعثنا اشاره للنيابه العامه، قلنا لهم قلنا لها ان المتهمين رفضوا يدونا عينات. بعد كده الساعه 10 مساء تقريبا برضو النيابه العامه طلعت قرار بعرض المتهمين على الطب الشرعي لاخذ عينات. رحنا لهم برضو في حدود حوالي الساعه 11 ونص مساء، وفضلنا في مفاوضات لغايه حوالي الساعه 2:30 قبل الفجر لغايه ما وافقوا على ان هم ناخد منهم عينات. يعني مفاوضات ان هم رافضين متمسكين بعدم اخذ عينات، هي بتبقى عينه دم وبول. هم كانوا متشككين، بيقولوا العينات دي هتتبدل وهتتحط لنا عينات غير العينات فطبعا احنا كطب شرعي كجهه محايده تماما، احنا قلنا لهم خدوا يعني قولوا الضمانات اللي انتوا عايزينها ايه. فقلنا لهم احنا اول حاجه هنعملها هناخد العينات منكم، هنحرزها قدامكم، وفعلا الدكتور احمد فتحي حرز العينات قدامهم وختمها بالختم بتاعه، وخلينا المتهمين نفسهم يمضوا على الظرف من بره بتوقيعهم عشان يتاكدوا انه الحرز بتاعهم. وخدنا الحرز ده لما اشتغلنا عليه النهارده في المعمل الصبح، صورنا تصوير كامل بالفيديو بحيث ان هو يبان على العينات توقيع عبد الله وزميله على الحرز قبل ما نفتحه، وكل خطوات الشغل في الحرز اشتغلناها بالتصوير الفيديو، بحيث مش تصوير فوتوغرافي لا تصوير فيديو، بحيث ان هو يبقى الخطوات كلها موثقه لغايه لما فتحنا الحرز. كل ده بتشكيل لجنه كانت موجوده، الدكتوره سحر في المعمل الكيماوي مع الدكتور احمد فتحي معانا المعمل الطبي، خدنا منه كمان برضو عشان زياده المصداقيه في الموضوع، عشان محدش يتشكك ويقول ان العينه مش بتاعته. خدنا فصلنا جزء من عينه الدم اللي خدناها، برضو كل ده متصور، اللي خدناها من عبد الله، وعملنا اخدناها عشان نستخلص منها الدي ان ايه، عشان لو حد شكك في النتائج بعد كده نقول له ادي الدي ان ايه بتاعك بيؤكد، وديها لاي جهه دوليه اذا كنت عايز يعني تشكك في هذا الامر يعني. وكل ده متصور فيديو على اساس انه بالصوت والصوره يعني، كل عمليه الاخذ العينه والتحليل كلها متصوره بالفيديو. لا مش عمليه اخذ العينه يا فندم، عمليه تحليل العينه، لكن اخذ العينه هو لغايه الخطوه اللي هو وقع على الظرف بعد ما اتختم، كل ده حضرتك ما كانش متصور لان هو امضيته على التوقيع من بره بعد ما الظرف ما اتختم. بدأنا من الخطوه دي نصور ونوضح التصوير ان هو الظرف من بره عليه توقيعه من الخارج من قبل ما نشتغل، وبعدين فكينا الاختام الحرز، كل ده عشان كان مصداقيه ان العينه دي هي العينه اللي احنا فتحناها. طيب قبل ما اسال حضرتك عن النتائج، طب الوقت ده التسويف ده هي المخدرات تبقى في الجسم لمده قد ايه؟ هو هنا دلوقتي خلينا برضو يعني موضوع ان احنا ما خدناش العينه الساعه 2:30 ظهرا وخدناها 2:30 فجرا، يعني بعد مضي 12 ساعه من بين المرحلتين، يعني هل ده هياثر على العينه ولا لا، وهل كان في سوء نيه من المتهمين ولا لا، خلينا ناخدها على محملين. المحمل الاول قد يكون هناك سوء نيه ان هم عايزين ياخروا العينه، وهقول لحضرتك بعد شويه نتائجها تظهر ايجابيه لغايه قد ايه. المحمل الثاني ان هم ممكن يكونوا فعلا كانوا خايفين انه العينه تتبدل، فاحنا اديناهم الضمانات الكافيه. فانت قدامك الاحتمالين دول، كل واحد ياخد الموضوع على المحمل بتاعه. احنا بالنسبه لنا العينات تفضل ايجابيه قد ايه؟ بالنسبه لحضرتك لو كان واحد بيتعاطى مدمن تعاطي حشيش، بمعنى ان هو بيتعاطى مثلا 4-5 مرات في الاسبوع الحشيش، هيفضل ايجابي في عينه البول حوالي من 35 يوم ل 40 يوم. من 35 يوم ل 40 يوم. ده مدمن تعاطي، بمعنى ان هو بيتعاطى 4-5 مرات في الاسبوع تقريبا. تمام؟ اما اذا كان هذا الشخص بيتعاطى يعني اول مره يشرب سيجاره في حياته وخد منها نفسين ولا حاجه، فالكلام ده ممكن يضيع تاثيره بعد 15-12 ساعه في الحدود دي. واخد بال حضرتك؟ فانا هنا هتعتمد ايجابيه العينه من عدم ايجابيتها، قال اذا كان هو مدمن تعاطي ف
فالحشيش هيفضل معاه فتره طويله. اذا كان غير مدمن ودي حاجه سيجاره اول مره ياخد منها بالذات ان هو السيجاره نفسها ما كانش يعني منتهيه بالكامل يعني فيها جزء كبير متبقي منها وبالتالي فهي السيجاره مش هتبقى شربها كلها اذا كانت اول مره يشربها في حياته او يدوب مثلا بقاله 10 ايام 15 يوم ما خدش ولا نفس من حشيش ولسه اول مره بياخدها فده ممكن تطلع نتائج سلبيه ممكن تطلع سلبيه. يعني هنا ممكن تكون المماطله متعمده لو يعني هو زي ما بتقول انه ليس مدمنا بشكل كبير وبيتعاطى يعني بشكل متقطع فهنا هو عاوز يستفيد من الوقت ده احتمال واحتمال تاني انه بالفعل عنده مخاوف انه يتم تلفيق القضية له ويتم استبدال العينة بعينة تانية. وانا كطب شرعي ما اقدرش يعني ارجح احد الاحتمالين على الاخر لان انا بتعامل مع نتائج قدامية. طيب إيه نتائج العينة طلعت ايه بقى يا دكتور؟ ان شاء الله هتطلع النتيجة بكرة في اخر اليوم ان شاء الله باذن الله هتطلع بكرة ان شاء الله. هتطلع غدا ان شاء الله. وهنا برضو حضرتك ان للاسف ان في بعض وسائل الاعلام عماله تنشر ان احنا النتيجه طلعت والكلام ده ارجو انه توخي الدقه من بعض وسائل الاعلام لان احنا ما اعلناش اي حاجه والنتيجه اساسا لسه ما طلعتش. يعني احنا بنتعامل مع القضيه بشكل قانوني يعني. بالظبط. لكن السيجارتين نفسهم كمان انت بتعمل لهم الطب الشرعي بيحللهم اللي هم فيهم الحشيش ما دول بقى المرحله الثانيه دول بيجوا لنا كحرز وبيتحللوا عشان يشوفوا محتواهم ايه هل فعلا فيهم حشيش ولا لا بس دول ثبت ان فيهم حشيش يعني لا دول لسه حضرتك ما الحرز ما جالناش يا فندم لسه ما جاش طيب وحضرتك بتقول انه لا نتائج اعلنت حتى الان والنتائج ستعلن غدا في نهايه اليوم غدا يعني باذن الله يا فندم باذن الله. دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي بتوجه لحضرتك بالشكر الف شكر. زي ما قلت لكم بنتعامل مع القضيه بشكل قانوني يعني ابن الرئيس المعزول يتعاطى الحشيش يعني انصار الاخوان على طول هيقولوا القضيه ملفقه لكن لماذا تلفق يعني ما الاب عنده قضايا كثيره ومتعدده ولا حاجه لتلفيق قضيه سيجارتين حشيش يعني ده متهم في قتل متظاهرين فحلفق لابنه قضيه حشيش صحيح كان زمان يقول لك انه دي حته الحشيش اللي بيحطوها في جيب المناضل يعني احيانا يقول للمناضل ايه انا مش هحبسك سياسيا حتى لا تتحول الى بطل لكن ممكن احط لك حته حشيش اعتقد انه ده مش هيجي مع ابن الرئيس المعزول محمد مرسي عبد الله تحديدا وكمان تم تصوير كل شيء بالصوت والصورة أخذ العينات وهتتضح النتائج ما إذا كان ابن الرئيس المعزول يتعاطى الحشيش أم لا وسيتم تطبيق القانون في كل الأحوال. تعالوا أخد معاكم كمان أولاد الرئيس المعزول محمد مرسي أثاروا جلبة وضجيجا وصخبا وأحيانا كمان كان في نوع من التدني في لغة الحوار عند بعضهم وكان في نوع من سب القضاء زي ما هتشوفوا اتهموا القضاء بأنهم بيرقصوا ابن الرئيس المعزول محمد مرسي اتهمهم بذلك وخصصنا حلقة لذلك وقال أحد القضاء معايا وهو المستشار زكريا شلش إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرأس واحتج على هذه الجملة الرئيس المعزول محمد مرسي في آخر خطاب له في قبل 30/6 لما قال إنه في واحد قال كذا في إحدى الحلقات يعني عاوز يقول إنه بيتعرض لشتائم مع إنه ابنه هو الذي أهان القضاء. كمان ابن الرئيس المعزول أو أولاد الرئيس المعزول كانوا قد تعدوا على أحد الضباط الذين يتولون حراسة منزل محمد مرسي وتم الضغط على الضابط للتنازل عن المحضر والتنازل عن هذه القضية. تعالوا نشوف مجموعة وقائع تتعلق بأولاد الرئيس المعزول محمد مرسي. تصرفات أولاد رئيس الجمهورية مش أول مرة يعني عايز أقول لحضرتك إن هي إيه العملية بتتدرج.
إذا كان رب البيت بالدف ضاربهم فشيمة أهل البيت الطبل والرقص. قرأنا كلنا في الجرائد والصحف إن أولاده اتخانقوا مع ضابط هناك في الشرقية وحصلت مشكلة كبيرة وجابوا ناس وتوسطوا عشان الضابط يتصالح وهو تصالح. إحنا لما نلاقي رئيس الجمهورية مش قادر يسيطر على ابنه ولا قادر يربي ابنه فما يقدرش يحكم مصر. يعني ايه يبقى رئيس جمهورية ويتقال على ابني يقول على القضاء بيطبل ويرقص؟ ايه الكلام ده؟ ده كلام ما ده ده لا ليق. القضاء هم ميزان الوطن وبالتالي لا اوافق بتاتا على الاساءة اليه. انت امام محكمة بائسة وممثلين نيابة لا يفقهون شيئا عن القانون. ابن رئيس الجمهورية ذاته شتم على بعض الاعلاميين والاعلاميات باساءات بليغة ومحدش اتخذ اي اجراء ضده، فالنهارده هو شايف ان البلد بلدهم. تمكنت الاجهزه الامنيه بالقليوبيه من القبض على نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وبحوزته كميه من مخدر الحشيش. وقال رئيس مباحث العبور المقدم حازم سعد ان نجل مرسي اعترف بعد القاء القبض عليه بحيازته المضبوطات بقصد التعاطي. نفس عبد الله اللي كان كل القيادات الامنيه سواء في الشرطه المدنيه او في القوات المسلحه كانوا بيتصلوا بيه على تليفونه هو يترجوه انه يحفظ اولادهم قران كريم. عبد الله اللي عنده 20 سنه النهارده في تحقيق النيابه قال لهم يحللوا دمي ويحللوا دم كل ضباط الشرطه ونشوف مين اللي بيحشش. في احدى المقولات ابويا خصال الرجال تثير الحقد. وما نقمتهم على عبد الله وعلى اسره مرسي وعلى الثوار في الشوارع وعلى غيرهم الا لبلوغ هؤلاء في الرجوله مبلغا لم يستطيعوا ان يبلغوا يستعصي عليهم بلوغ. عايز اقول ان احنا كاسره اتخذنا قرار الا نطلب شيئا من غير ذي صفه سواء كان عبد الفتاح السيسي ده او غيره او اي واحد من هذه المجموعه الاجراميه الارهابيه لن نعطيهم صفة أبداً إن إحنا نطلب لقاء الرئيس. فلو إحنا وأبونا سطر سطر في كتاب تاريخ هذه الأمة فكفى بها. لاحظوا طبعا اللغة المتسلطة لأبناء الرئيس المعزول وأيضا حتى استخدام الدين إنه يعني شوفوا أسامة بيقول إنه ده عبد الله ده كان بيحفظ ضباط الشرطة كانوا يتصلون به عشان يحفظ أولادهم القرآن. يعني كفاكم استخداما للدين يعني تم تفهم إنه حرمة الدم الذي عصمه الإسلام أهم، يعني ما تقتلش أهم بقى من أي حاجة. يعني خلونا نناقش الدماء، يعني هناقش كمان سيجارتين حشيش، يعني القضية مش ما في قتل والرئيس المعزول متهم في قضايا لقتل المتظاهرين، وبالتالي هنا يعني ما فيش حد هيلفق قضية حشيش من هذا النوع، لكن دعونا نتعامل معها بشكل قانوني. هطلع فاصل وبعد الفاصل هنستقبل العالم الكبير الدكتور فاروق الباز في حديث عن المستقبل.